ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العذراء وايه اكتر الحاجات اللي بيفكر فيها برج العذراء، ايه اكتر الحاجات اللي مضايقاه في خلال شهر مايو لعام 2021. الموضوع ده يخليك انك تعرف نفسك اكتر، ويخليك ان انت بتطلع افكارك كأن حد بيقولها لك، كأن انت بتشوفها على ورقة. ده بيخليك ان انت تبقى بتكون عندك طاقة اكتر او عندك ميول اكتر ان انت تبص اللي انت عايزه للي انت بتفكر فيه، وتقدر ان انت تطلع خطوات او تطلع استنتاجات قوية تساعدك في الحلول، في ان انت تعرف انت عايز توصل لايه، تصلح الحاجة اللي انت متضايق منها ازاي. ده نقطة انا نفسي في حياتي بستخدمها جدا جدا، او بعمل ده جدا جدا. المهم، برج العذراء من اكتر الحاجات اللي مضايقاك بشكل قوي جدا جدا هي انك عايز توصل لرقم واحد. انت بتفكر كتير ان انا عايز اكون رقم واحد، عايز اوصل، عايز انجح، عايز اكون شخص متميز، عايز اني انا اكون رقم واحد بمعنى الكلمة، اللي هو محدش يتعالى عليا او يعلى عليا او يشوفني قليل بمعنى اصح. بتحاول ان انت تعمل حاجات كتير، بس للأسف الشديد انت مش بتاخد كل الخطوات اللي تهيئك انك تكون رقم واحد. انت بالفعل عايز تعمل ده، خلوني على قد ما اقولك انت بتفكر في ايه والريتم بتاع دماغك ماشي ازاي، الا ان كمان ايه اللي انت بتعمله غلط بيخليك انك ما توصلش للنقطة اللي انت عايز توصل لها، وفي نفس الوقت ده بيضايقك اكتر، وفي نفس الوقت ده شيء بيخليك ان انت تدخل في مود مش حلو، وتدخل في مود تحس ان انت بتنافس الهوى الهوى. طيب بالنسبة لأول حاجة، انت عايز تكون رقم واحد، مش عارف تساعد نفسك، مش بتعمل استعداد للنقطة دي، فبالتالي بتكون عندك مراحل كتير واقفة، فبتتضايق اكتر، بتحس ان الضيقة او الحاجة الاحساس اللي واقف ده بيخلي ان يكون في حاجز اكتر واكبر اكتر واكبر، فبتتضايق اكتر. خلي بالك انت العامل المسبب في ده. عايز تكون رقم واحد، عايز ان انت توصل لحاجة مهمة، عايز توصل لاهداف، لاحلام، توصل لمركز حلو، لحاجة قوية. اسعى بشكل ايجابي وركز اكتر، وبطل ان انت تفكر في مليون حاجة، فكر في حاجة 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 حاجة. انت يا برج العذراء مش بتقدر تشوف مليون حاجة، او ان انت تحط 10 مشاوير هروحهم كلهم، ما بتعرفش تعمل ده. انت بتعرف تعمل حاجة حاجة، في ابراج قوية جدا جدا انها تعمل مليون حاجة في وقت واحد. برج العذراء صعب، فاعرف قدرتك، انت هتنجح نجاح اكتر من اللي ممكن يعمل 10 مشاوير في يوم واحد، بس لو ركزت في حاجة حاجة. دي نقطة، والتعامل الصحيح بتاعها. الحاجة التانية ان انت عندك حاسس ان انت وحيد رغم ان عندك اشخاص كتير، دايما حواليك الاهل، حواليك ناس انت عارفهم جدا، حواليك ناس قريبين منك، بس انت عايز ناس بعينها، انت عايز ناس بعينها، عايز حب معين، في حب منك ضايع، في حاجة ليها علاقة بالاستقرار عايز توصلها مش عارف، في امور شوية معقدة بالنسبة لك، حاسس ان انا ليه مضغوط، ليه مش عارف اوصل للي انا عايزه من الناحية العاطفية، ليه مش عارف اوصل، ليه حاسس دايما بالوحدة، عندك فعلا احساس بالوحدة، دايما حاسس ان انت مش قادر تخرج برا الصندوق، مش قادر، عايز تتأقلم مع ناس جديدة، وعايز تقرب لناس جديدة، وفي ناس انت عاجبك جدا جدا فكرها، وعاجبك فكرهم، وفي ناس انت بتقول هم بيعملوا كده ازاي، ومستغرب جدا، ومستغرب ان هم ممكن يكون بيوصلوا لنقطة معينة من الحركة اللي انت مش عارف توصل لها. عايز تقرب قوي للناس دي، عايز حد يساندك، عايز حد يساعدك، مش لاقي اللي يساعدك، مش لاقي اللي يساندك، كمان انت حاسس اني انا اقدر اسند نفسي، بس في الحقيقة انت بتقول لنفسك لا انا محتاج كذا، انا محتاج حد، انا محتاج حد يقرب مني، انا محتاج مش عارف ايه، فعندك ده جدا، فبالتالي بتحس بيه الوحدة. ناقصك مشاعر كتيرة جدا، بتفكر كتير في الاستقرار العاطفي، بتفكر كتير في ان انت عايز تقرب لحد او حد يقرب لك يكون شخص متميز، محتاج كتير الانسان اللي ينسيك حياتك، محتاج كتير انك ترجع لحب، الحب ده قد ايه كان حاجة سعيدة قوي بالنسبة لك. اكتر حب بالنسبة لك شاغل بالك هو حد من الابراج المائية والابراج النارية، فانت عندك ده جدا جدا، شاغل بالك قوي قوي الاشخاص دي، نفسك ترجع لهم، نفسك تسمع كلام الحلو اللي كانوا بيقولوه، تعيش الاجواء دي مرة تانية، فدايما ده الاحاسيس اللي بتخليك انك تحس بالوحدة. اكتر الحاجات اللي محسسك بالوحدة،
رغم ان حواليك ناس، حواليك اسرتك، بس انت عايز ناس معينه، عايز توصل لحاجه معينه، عايز توصل لهدف معين، عايز توصل لحبيب معين، لنوع استقرار عاطفي معين. ده اللي في بالك اللي محسسك بيه المود الوحده. كمان في الامور المهنيه انت عندك كان نفسك ان انت توصل لليفل اعلى، انت حاسس ان انت الكيرف بتاعك بيقل، حاسس ان انت مش بتوصل في مكانه معينه ثابته، مش عارف او اكبر عن السلمه دي، وده برضو شيء مضايقك جدا، فبتفكر كتير في عوامل تخليني ان انا اطلع لسلمه اضافيه. تفكيرك اكتر في الجسم، الشكل، المظهر، بتفكر كتير في التغيير، بتفكر كتير في اني انا اغير ستايلي، اخس، اضخم، اغير، اعمل حاجه في وشي مثلا، مش عارف ايه، اعمل كتير، عايز يعمل حاجه ليها علاقه بنضاره، ليها علاقه. هبقى اعمل لكم على فكره فيديوهات خاصه بنضاره البشره على القناه الجديده، بقى القناه الجديده دي يعني داخله فيها بتقل جامد ومحضره مواضيع كتير، يعني قلت بقى انا هعمل المواضيع دي كلها على قناه صفر مشتركين يعني، بس ان شاء الله بتكبر، يعني نزلنا عليها فيديوهات. بالتالي لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه الجديده ادخلوا اشتركوا فيها، هتلاقوا، بصوا هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات، هحط لكم اللينك بتاعها في التعليقات، هتبقى مهمة، وهوريكم بقى اي حاجة مهمة في حياتي هوريها لكم، يعني حاجة اشوفها انها تفيد اي حد هوريها لكم. المهم بالنسبة بقى لبرج العذراء، انت نقطة التخسيس، واقول لكم على حاجات تخسس، يعني لو تاخدوا بالكم ان انا نزلت جامد قوي، انا نزلت، انا مش عارف ازاي اقول لكم كام كيلو بس عشان كان فرق كبير، فهقول لكم الطريقة وهوريكم الحاجات اللي انا يعني استخدمتها، لانها حاجات من المهم عشان الوقت، هسيب لكم اللينك وهتشوفوا كل ده. بالنسبه لبرج العذراء، انت فعلا بتدور على انك تخس، على انك انت تتخن، على انك تظبط جسمك، لان انت عايز تعمل تغيير في شكلك، عايز تقف قدام المرايه تقول انا اتغيرت، انا كده افضل كتير، عايز تكون معجب بنفسك، عايز تحسس نفسك انك شخص مرغوب جدا. انت قدام الناس انت مرغوب وقوي وشايف ان انت قوي، بس ما بينك وما بين نفسك انت عايز تعمل تغيير ومش راضي عن حالك جدا جدا. وكتير من برج العذراء بتحب تلبس الوان معينه بس مش مساعدك جسمك عليها، ده بجد، وعلى فكره ده مش حاجه عيب، انا نفس الموضوع، انا كنت بحب البس الوان معينه بس ما هو بقى بعد الولاده والحاجات دي كلها الجسم ما تفهمش بيروح مننا فين، فلا ظبطنا بقى الحمد لله، يعني الحمد لله. المهم عندك كمان امور صحيه مضايقاك، الامور الصحيه ليها علاقه بمشاكل في العظم او العظم، مشاكل دايما بتكون في الجلد او البشره، اكتر الحاجات اللي بيعاني منها برج العذراء تخص حاجه ليها علاقه بالغده، الغده اللي هي بتتخن او بتخسس، وكمان بيعاني من مشاكل الجلد او البشره او النضاره او الشعر، شعر بيقع، شعر فيه قشرة كتير، فبيعاني من ده جدا جدا. على فكرة انا عارفة انا بقول لكم ايه كويس قوي. كمان برج العذراء بيعاني من مشاكل ليها علاقة بالعظم، بالرجل، بالمفاصل، جدا جدا جدا. فانت نفسك ان انت ترتاح صحيا، عايز اقول لكم ان يا برج العذراء مشاكلك الصحية رقم واحد في علاجها النفسية، النفسية، النفسية بتحسن كتير جدا جدا جدا، على الأقل هتبدأ بزي اللي هو ABC كده، شعر الجلد بيبدأ ان هو ينتظم، الأمور دي بتبدأ تنتظم، فبتبدأ ان انت تقدر تفكر ايه المشكلة الصحية الباقية، مثلا غدة، مفاصل، نقص فيتامينات، فتقدر ان انت تعمل ده. برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتفكر فيها جدا، على فكرة انا شايفة فعلا الموضوع ده ليه اهمية كبيرة، لانك بتعرف ايه النقاط اللي فيها. انا نفسي شخصيتي بعمل ده، بعملها مع الناس المقربين ليا، والدي، والدتي، اخواتي، الكلام ده كله. طيب برج العذراء، انت عايز تعمل ارضية لنفسك، عايز تستقر على حاجة، سواء وضع مهني، سواء رجوعك لوضعك المهني، سواء صفقة معينة، سواء شراكة معينة، سواء رجوع لعاطفة، انت عايز ان انت تعمل لنفسك كيان، عايز ان انت تبدا بحاجه جديده، تنطلق في امر معين، عايز ان انت تطور من نفسك، عايز ان انت تثبت نفسك في ارضيه معينه، تثبت نفسك في مكان معين، بس ناقصك الخطوات. حاول على قد ما تقدر انك انت ما تبقاش مصمم على 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 رؤيه معينه، رؤيه معينه، الا لما تبقى عارف خطواتها ايه، تبقى عارف انا هطلع ازاي، عارف ايه اللي انا ممكن استخدمه، عارف الوقت هيساعدني ازاي، لان برضو عامل الوقت زي حالات شويه في النقطه دي، عامل الوقت مضايقك،
عين الوقت بتحس ان الوقت بيجري، حاسس خاصة النص الاول من شهر مايو، حاسس ان الوقت معاك مش سعفك، الوقت مش بتلاحق، فالوقت معاك بيضيع، مش عارف اثبت لنفسي الارضيه اللي انا بقول انا هقوم هعمل كذا وكذا وكذا، فكره انا لما هروح هعمل كذا وكذا وكذا ونروح ننام. هو ده، حاول تظبط مواعيدك، تظبط اوقاتك، تظبط انت عايز تعمل ايه، تظبط خطواتك، ظبط التغيير، مهم جدا التغيير كخطوة بدائية في التعاملات او الحاجات اللي انت بتفكر فيها او الحاجات اللي انت عايزها او الحاجات اللي مضايقاك. فكر كويس قوي قوي ان انت تغير من نفسك، يديلك نفسية باور حلو تبدأ ان انت تنطلق في اللي جاي. ده مشكلة برج العذراء، او ده التفكير، ده الحاجات اللي بتضايقه، ده الحاجات اللي انت ازاي تصلح بيها او تاخد خطوات في الاشياء اللي انت بتفكر فيها. قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.